في هذا العدد نتابع حدث التصويت على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة وطبيعة التعديلات التي تقدم بها المستشارون. تحقيق العدد يرصد معكم أين وصل تنفيذ رؤية 2020 للسياحة ببلادنا على مستوى توسيع العرض السياحي وكذلك توفير مناطق سياحية جديدة. فقرة ثلاث أسئلة إلى تتابع قضية الهجرة على ضوء إقرار الميثاق العالمي للهجرة بمدينة مراكش. كيف يقارب البرلمانيون هذه القضية على المستوى التشريعي؟ المجلة تتخللها فقرات أخرى. مشاهدين الأفاضل، السلام الله عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من مجلة البرلمان والناس. الحدث الأبرز خلال هذه الحلقة هو التصويت على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بمجلس المستشارين قبل أن يعود هذا النص القانوني للغرفة الأولى. نتابع كيف مرت عملية التصويت وكيف تجاوب وزير المالية مع النقاش الذي دار بين المستشارين حول مواد هذا المشروع، وما هي المكتسبات والتعديلات التي حصل عليها المستشارون فيما يهم الشق الاجتماعي وكذلك الإصلاحات الضريبية. نتابع هذا ضمن تقرير المجلة. اثنان واربعون مستشارا مع مشروع قانون المالية للسنة المقبلة واثنين وعشرين مستشارا عارضوه، فيما امتنع اربعة عن التصويت. هكذا تمت المصادقة على مشروع قانون المالية بالغرفة الثانية بعدما قبلت الحكومة عدة تعديلات. غادي نرجعوا اليوم الاثنين ان شاء الله للجنة الماليه ديال مجلس النواب لمناقشه هذه 31 32 تعديل اللي تم القبول ديالهم، ثم التصويت عليهم يوم الثلاثاء ان شاء الله. المهم هو كيفاش تفاعلات الحكومه مع التعديلات. كنقول لك بان اكثر من 30 تعديل اللي تم القبول ديالها، وهذا واحد المؤشر ايجابي. بغيت نبقى دائما في الموضوع الطبيعة الاجتماعية. يعني هذا العام تخصصت واحد المجموعة المناصب تقريبا على الأقل 25 ألف منصب اللي تفتحت في القطاع ديال التربية الوطنية، وهذا واحد الإجراء كبير جدا بالمقارنة مع ما سبق. غير أن المعارضة أكدت مرة أخرى أن هذا المشروع لا يتجاوب مع حاجيات المجتمع، في وقت انتقدت فيه طريقة تدبير قطاعات حيوية كالتعليم والصحة رغم الاعتمادات المالية التي تضخ عبر هذه القطاعات سنويا. أنا أظن أنه المشكل ماشي في الاعتمادات، كانوا تجارب سابقة. التعليم تزاد فيه 5 مليار ديال الدرهم، واش غادي نجيو العام الجاي نلقاو التعليم تحسن؟ الله أعلم. لأنه الاعتماد عطيناه مزيان، لو كان يجيبوا لنا حتى 20 مليار نصوتوا عليها، ولكن فينا هي النجاعة؟ واش هذا الشيء غادي يعالج المشكل ديال التعليم؟ وإلا كان شي واحد عارف كيفاش يعالج المشكل ديال التعليم، نجيو واحد العام نخصصوا ليه الميزانية كلها باش يتعالج، لأنه هو الأساس ديال الإنسان المغربي وديال المجتمع ديالنا. كذلك الشأن بالنسبة للصحة، والصحة قبل كل شيء. مليار ونص ديال الدرهم، واش غادي يتعالج الإشكال ديال الصحة اللي ما كاينش شي مغربي اللي ما كيحسش أن هذه المنظومة ديال الصحة في حالة انهيار؟ الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين حاول نيل مكتسبات لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة مع الدفع نحو إصلاح ضريبي عام لتحقيق العدالة الجبائية، وهو ما التزمت به الحكومة. اتفقنا أنه جميع المسائل الضريبية أن غادي نخليوها نأجلها من أجل عقد تعاقدات كبرى في مجال التدريب بمناسبة ديال المناظرة الوطنية اللي غادا تكون ديال الجبايات اللي غادا تكون في شهر ماي المقبل، باش يكون عندنا واحد الانسجام ورؤية حكومية وفي القطاع الخاص حول هذه المسألة. إذا جميع هذه المسائل أن أجلناها غادي باتفاق مع الحكومة، ولكن اشترطنا على الحكومة في الأول أنه مسائل اللي تؤرقنا وتعديل القانون المالي، تعديله بالنسبة لنا هي المسائل أولا ديال الأجل الأداءات اللي التزمت فيها الحكومة بتقليصها، وكذلك التأخيرات في مجال الأداءات اللي بدمة الحكومة، بدمة الإدارات العمومية، بدمة المؤسسات العمومية، بدمة المجالات الترابية، كلها أنها خصها أنها تأدى المقاولة. مشروع قانون المالية سيعود للغرفة الأولى بداية الأسبوع القادم للبث في التعديلات التي أقرتها الغرفة الثانية قبل اعتماد مضامينه وإجراءاته المالية. مشروع حمل هذه السنة عنوان دعم القطاعات الاجتماعية.
أين وصل تنفيذ رؤية 2020 للسياحة ببلادنا على مستوى توسيع العرض السياحي وتوفير مناطق سياحية جديدة؟ تحقيق هذا العدد يصبر أغوار هذه الرؤية. فريق المجلة انتقل إلى جهة ضرعة فيلالز، تعرف على المنتوج السياحي هناك وكيف تواكب الجهة هذه الرؤية. اقتربنا من المهنيين والأوصياء على قطاع السياحة، تعرفنا معهم على الإيجابيات التي تم حصدها من أجل استشراف هذه الرؤية، وكذلك المشاكل التي ما زال يتخبط فيها هذا القطاع. نتابع هذا التحقيق. هنا أرفود، عاصمة السياحة بجهة ضرعة فيلالز. المنطقة تغري السائح بكتبانها الرملية ومناظرها الطبيعية الخلابة وجوها الصحراوي، عدا عن غنى قصصها الأسطورية. To take revenge, she prayed her God to send sand to the people. So when we see sandstorms, means the people are paying for their sin, the original sin. Having a guide does help because. وجود مرشد سياحي معنا شيء مفيد. فأنا قدمت من أمريكا وجئت إلى بلد لا أعرف الكثير عنه. وهنا تحتاج لشخص يرشدك ويريك كل المناطق الخلابة والمآثر السياحية ويأخذك في الكثير من الجولات. كل شيء مثير هنا وجديد بالنسبة لنا، فهو مختلف عما هو متواجد في بلدي. المرشد السياحي يقتفي هنا أثر السائح طيلة رحلته، زاده المعلومة الدقيقة حول المواقع السياحية والعمل على سلامة السائح، فدور المرشد يبقى أساسيا في تطوير قطاع السياحة. المرشد السياحي هو السفير ديال أي بلاد، المرشد السياحي هو الوجهة الأمامية ديال السياحة، كل ديال قطاع كبير كبير ومهم، وفيه أمال باش يشغل ويخلق وظائف كثيرة. ولكن لسوء الحظ باقي شي مشغلين ما مهتمينش بالمرشد السياحي، تيطلبوا منه بزاف ديال الحوايج يديرهم ولكن ما تيهتموش ماديا ومعنويا وكذا. دونك الا اهتمينا بهذا المرشد اكثر تلقائيا غادي يعطي اكثر. وباش يزداروا هذوك الوكالات الاصفار اللي مخدمين المرشدين، شي وحدين اللي مخدمين المرشدين ما مهلينش فيهم لا ضمان اجتماعي لا تقاعد لا لا لا, لا تغطيه صحيه، لا لا ما يمكنش هذا المرشد يعطي. دونك خصك تعطيه باش يعطي. رؤية 2020 للسياحة تطمح لجعل المغرب من بين الوجهات السياحية 20 في قائمة دول العالم على أن تصل عائدات السياحة إلى 140 مليار درهم. فهل يلمس السائح الآن تغييرا على مستوى الإمكانيات اللوجستيكية؟ على مستوى البنية التحتية والتجهيزات هناك التطور. الفنادق جيدة وتلبى جميع احتياجاتنا. With the standard of what we would like to have, so those are good. So we are from Canada. We have come. نحن من مدينة تورونتو بكندا، وصراحة سعداء بما وجدناه هنا. لقد زرنا أماكن عدة، وهي أماكن جميلة. We started from what, Casablanca. Yeah. Then we went to Rabat, Chefchaouen. Chefchaouen. Valdebes. Volubilis, Fez, Meknes, yeah. Meknes. So all these places are very nice. هذه الرؤية تطمح لخلق ثمان وجهات سياحية جديدة، بينها وجهة الأطلس والوديان، حيث الواحات وجهة جديدة ستضاعف عدد السياح الوافدين على بلادنا. لقد درست عن الثقافة المغربية وحضارتها، وهنا قررت زيارة المغرب رفقة زوجتي للتعرف أكثر على هذا الجزء من العالم. حقيقة المغرب نحن نسمع المغرب دائما، والمغرب بلد له خصوصيته، لأنه لما تكون بالشمال غير لما تكون بالجنوب، غير لما تكون على البحر، لما تكون على المحيط. ففي الواقع خلال زياراتي الكثيرة اللي زرتها كثير بلدان بالعالم، المغرب عنده طبيعية خاصة فيه، انه بكل مكان فيه انت تشعر كأنك عايش برحلة من الأحلام صراحة، من ناحية الأكل، من ناحية التعامل، من ناحية الأشخاص. السيد صدوق هو رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، مجلس يلتئم حوله كل مهنيي القطاع. رئيس المجلس هو في زيارتنا اليوم للوقوف على سير الأمور بإحدى المنتجعات السياحية، لكن الطريق نحو رؤية 2020 يحاول المهنيون اختصارها للتغلب على مشاكل القطاع. وهذا المشكل ديال التسويق هو مشكل عويص في حد ذاته، لأن
لان الناس المكتب الوطني للسياحة كيحاول يسوق ولكن ما كيسوقش على ما كيسوق كيسوق بعض المدن اللي معروفه كمراكش اكادير ولكن كينسى التسويق ديال الجهه بحال جهه العتافيلات. يجب التركيز الحاد اللي كنسمي انا تركيز حاد على سكون ابيلو كابيتاليما يعني على المهنيين او على المؤسسات اللي كتكون هاد اللي كتكون هاد لي لوريا المهنيين اللي كيتخرجوا ان خص يكون واحد التكوين اللي هو صارم وتكوين اللي هو صالح يعني المؤسسات السياحية. تكوين الطلبة داخل معاهد الفندقة حلقة مهمة أيضا في إنجاح مسلسل الدفع بالقطاع السياحي. زرنا هذا المعهد بأرفود ووقفنا على نوع التكوين الذي يتلقاه الطلبة. في النظري كنقراو كاع لي باز اللي عندنا في القسمين بجوج ابخي كنطبقوه في التطبيقي مع المساعدة ديال لي ميتر ديالنا وهداك الشيء كيكون كلشي مزيان. انا اختاريت عام اقتناع يعني دومين زوين وكيعجبني هاد الدومين بزاف. شنو كتقراو هنا دابا في العام الاول؟ كنقراو ريستورون كويز ولا كويزين يعني كنخدموهم بجوج. هنا حصة التعامل مع الغرف وأخرى يديرها رئيس شعبة المطعم حيث يتلقى الطالب مبادئ وأسس التعامل مع مائدة الوجبات. بالنسبة للملائمة ديال التكوين مع المتطلبات ديال المهني المؤسسات الفندقية كنظن بأن المعاهد التكوين الفندقية التابعة للسياحية كدير ما يلزم وهي على اتصال دائم ومشاركة وتعاقد مع المؤسسات الفندقية باش نشوفوا المتطلبات ديالها من الناحية ديال التكوين. وحنا دابا راه بصدد السيد الوزير السياحة قام بعدة حوارات مع المهني ديال القطاع باش نشوفوا المتطلبات ديالهم ونحاولوا نلائموا التكوين مع هذه المتطلبات هذه ان شاء الله. تكون كلم كيفاش دات تقلم مع الزيطولي بحق اللي نكون مختلفين كيفاش دات تخدم مع كليان مغربي كليان أجنبي كليان مازال صغير كليان كبير كيفاش تحاور معهم كاين شي كليان عنده شي مشكل خصك تعرف كيفاش دات تحلو معه مهم كعلمك تأدبط مع الكليان كما كان نوع انت طالب ملي كيخرج للسطاج ديالو تي كاين في بعض الأماكن وماشي يلقاش داك التلقي اللي تلقاه في المؤسسة وماشي يلقاش في سوق الشغل مثلا على المستوى كما قال الاستاذ قبيله لي جيان كنقراو شي حوايج كنخرجوا لسوق الشغل ماشي يكونوش متوفرين. التكوين لا يتوقف داخل الفصول بل يمتد ايضا ليشمل مهني القطاع. هنا تنظم الغرفه التجاريه والصناعيه يوما تكوينيا لفائده مهنيه قطاع السياحه بالاقليم للتعرف على اخر المستجدات في هذا القطاع. هي المساعدة تعطي وزارة الفلاحة اش غتعاون اش غتعطي وسميتو الأبناك اش غادي يساهموا هاد الدنيا في هاد الإقلاع السياحي يعني السياحة مع الفلاحة الأجرو توريزم. غرفة كدير عدة لقاءات تواصلية مع المهنيين السياحيين فيما يتعلق بالمشاكل اللي كتهمهم والمشاكل اللي كتعلق بالإدارة والمشاكل اللي كتعلق بالأصل التجاري وبالمحاسبة التجارية فهذا هو الدور ديال الغرفة وهذا هو علاش تخلقات الغرفة ملي كيجيو هاد المستثمرين كنساعدوهم فيما هو إداري في الأوراق ديالهم بشاركة مع المكتب الجهوي للإستثمار وكنخدموا معاهم كنصيفطوا معاهم إطار ديالنا حنا اللي كيمكن يسهل عليهم المأمورية ديال الإنعاش السياحي. كاين جمعية مثلا ديال الحرفيين جمعية ديال السياحيين جمعية ولكن ما كاينش التناسق. نشوفوا هذا الشيء اللي عندنا ونشوف فين باغي نمشيو به باش نصلحوا الاختلالات اللي كاينين سواء الا كان اختلالات تدبيريه ديال لا جيستيون او اختلالات اداريه او اختلالات ولو قضائيه. كاينين الناس مثلا غير مثال بسيط كناخذ الشيء كان مثلا من عند واحد الاجنبي جاي هنا ولكن فاش غنتبعو الا ما تخلصتش فيه مثال بسيط وكاينين وقيس على ذلك مثلا السياحه كما كنعرفوا هو القطاع خاصه في الجنوب اللي حنا فيه هو القطاع من بين القطاعات مع الفلاحه اللي هو كيكون عنده الرد والدخل لهاد الناس يعني اذا كان القطاع الفلاحي والقطاع السياحي قطاع موسمي اشنو هما الحلول الاخرى باش نطوروا هذا القطاع يكون قطاع دائم ما يكونش غير قطاع موسمي نخدموا غير 3 شهور ديال الصيف ونجلسوا.
المجتمع المدني يحاول من جهته التغلب على الصعوبات التي يعيشها القطاع. فيدرالية السياحة بالطاوس أنشأت هذا المكتب السياحي لإرشاد السائح وإغنائه بالمعلومات، إضافة إلى الاشتغال على مشاريع أخرى. قمنا بعدة مشاريع من ضمنها تنطيق ديال المنطقة اللي كانت تمناو باش يخرج لحيز التنفيذ، وعندنا الميزي ديال أو المتحف ديال الثقافة الرحالية اللي كتكلف به حتى هي جمعية مدنية، وعندنا فيما يخص عاوتاني هذا الشيء ديال الانفيرونمون أو البيئة، قمنا بواحد المشروع لدى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبمشاركة المتدخلين أو المستثمرين السياحيين، درنا واحد الجرار بمقطورة ديالو خاص بالنظافة يوميا، وزدنا مشروع ديال التشوير فيما يخص التشوير ديال المؤسسات السياحية حتى هي وحدناه. زرنا مندوبية السياحة بالرشيدية للوقوف على عمل الوزارة في دعم القطاع السياحي، فالمندوبية هنا تؤكد على دعم الشراكات بين مختلف المتدخلين لدعم الأرقام الإيجابية حول القطاع. إقليم استقطب ما يزيد 100,000 مبيت سياحي خلال فترة يناير وشتنبر 2018، وبالتالي هذه نسبة زيادة تقدر بزائد 23% في نفس الفترة من السنة المنصرمة، دون أن ننسى كذلك على أنه على مستوى الإقليم تم فتح 4 مشاريع سياحية، دون أن ننسى كذلك على أنه هناك 44 ما يزيد على 44 مشروع سياحي في طور الإنجاز. من شأن هذه المشاريع بطبيعة الحال أن تعزز الطاقة الإيوائية بالإقليم. السياحة تعني أيضا دعم الاستثمار في القطاع السياحي وضخ أموال إضافية، وهنا سألنا عن دور المركز الجهوي للاستثمار. كنبينوا المؤهلات ديالنا وندفعوا الاستثمارات في هذا المجال، وايضا في مجال ديال تبسيط المساطر والمواكبه ديال المستثمرين في المجالات، سواء في مجال بلورة ديال المشروع وايضا في المجال ديال المواكبه من اجل انجاز المشروع، وايضا في المساطر المتعلقه بالرخص الاداريه الى غير ذلك، وايضا حتى في المواكبه ما بعد الانشاء وفي الحياه ديال المقاوله، خاصه بالنسبه للمقاولات اللي كتحتاج رخص دائما في الحياه ديالها في المجال ديال السياحي والأنشطة الموازية له، وأيضا في المجال ديال تطوير الإنتاج والإنتاجية ديال المقاولات السياحية في المنطقة. بعد سنة من الآن ستكتمل رؤية 2020 للسياحة، رؤية تهدف إلى جعل السياحة أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر مضاعفة حجم القطاع من أجل تدوين صفحة جديدة في مكتسبات السياحة. بعد إقرار الميثاق العالمي حول الهجرة بمدينة مراكش برعاية أممية، كيف يمكن تقييم السياسة التي نهجها المغرب فيما يخص تسوية وضعية المهاجرين القادمين من دول قارتنا الإفريقية؟ وماذا عن المواكبة التشريعية لقضايا الهجرة بالبرلمان؟ وكيف يشتغل عليها نواب الأمة؟ وكيف يقارب البرلمانيون من جهة أخرى قضايا الهجرة في بعدها العالمي؟ أجوبة عن هذه الأسئلة كالمعتاد ضمن فقرة ثلاث أسئلة إلى السؤال الأول موجه إلى السيد شقران إمام رئيس الفريق الاشتراكي، ما هو تقييمكم للسياسة التي نهجها المغرب فيما يخص تسوية وضعية المهاجرين القادمين من دول قارتنا الإفريقية؟ هو المغرب تعرف منذ سنوات خدا واحد مجموعة ديال قرارات اللي عندها أهمية في جانب ديال الهجرة، خاصة المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء. بطبيعة الحال كانت هناك تسوية ديال الملفات ديال آلاف المهاجرين اللي أصبح بالنسبة إليهم المغرب ليست محطة عبور ولكن محطة استقرار، وكان واحد النوع ديال الاندماج ديالهم مع المجتمع المغربي، خاصة وأن المجتمع المغربي بطبعه هو يعني كي يرحب بالآخر، وبالتالي لقوا الدس ديالهم في بلادنا. طبيعة الحال كانت هناك إشكالات في البدء، لكن كانت هناك معالجة قانونية، معالجة إنسانية اجتماعية اللي سمحت بأنه المغرب ديالنا ولا بلادنا ولات كتشكل واحد النموذج في المحافل الدولية، يعني نعتز كمغاربة بالتعاطي ديال المغرب مع هذا الملف ديال الهجرة، وكيف أن بلدنا بتوجيهات ملكية يعني قطعت أشواط في هذا الجانب بحيث أن المهاجرين الأفارقة يحظون بعدد من الحقوق ونقدم نموذجا إيجابيا على المستوى العالمي.
نفس السؤال موجه إلى السيد عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أن السياسة اللي نهجها المغرب في ميدان الهجرة تعتبر سياسة رشيدة ورائدة وفريدة. عندما أصدر جلالة الملك أمره المطاع باحتضان المهاجرين الآتين من جنوب الصحراء بحيث الآن يتمتعون بجميع الحقوق الاجتماعية شأنهم شأن باقي المغاربة، وهذا أمر فريد رغم معدل نمو المغرب، فالمغرب بكرمه وبسياسته الكبيرة تجاه الأفارقة كان رائدا، وظلت هذه النقطة تبقى الأوج للعطاء والكرام والحفاوة. السؤال الثاني، كيف يمكن مواكبة قضايا الهجرة على المستوى التشريعي؟ هي الظاهرة بالتشعب ديالها وما تطرحه من مستجدات ومتغيرات، تعرفوا على أنها تطرح واحد مجموعة ديال التحديات، لأن عدم الاستقرار بمجموعة ديال المناطق، تدفق عدد كبير ديال المهاجرين. حنا شفنا واحد مجموعة الدول كانت طرحت إشكالات على المستوى الإنساني، على المستوى حتى القانوني وعلى المستوى الأمني. بالنسبة لنا في المغرب طبيعة الحال حنا كنذكروا مثلا في القانون الجنائي على التجارة بالبشر، هذا جانب أساسي، لأن هناك شبكات تشتغل على استغلال المهاجرين، على تهجيرهم، على التجار كذلك في النساء منهن، وبالتالي كان ضرورة ديال المواكبة التشريعية لا في الجانب من أجل تمكين هؤلاء من حقوقهم، لأن حنا نتحدث عن التسوية ديال الملفات ديالهم والتسوية ديال الوضعية ديالهم أكيد تمر في إطار من القانون، حتى فيما يتعلق الآن كاين نقاش ما يتعلق بالعلاقات ديال الشغل مع الأجراء الأجانب. هناك واحد النوع ديال العمل اللي كيسعى بأنه تكون واحد مجموعة ديال القوانين المؤطرة، هذا لا يمنع من القول بأن هناك خصائص في هذا الجانب، ولكن بلدنا أكيد اللي خدات خطوات يعني إيجابية في هذا المسار أكيد غتكون هناك مواكبة تشريعية تلامس كافة هذه القضايا. لم يكن البرلمان مقصرا في يوم ما، ولكن ظاهرة الهجرة تعتبر ظاهرة جديدة على المجتمع المغربي. اليوم لم يعد المغرب بلد العبور بل بلد الإقامة، سيما إذا تعلق الأمر بأن المهاجر يقضي أكثر من سنة أو على الأقل 6 أشهر. واليوم المغرب يحاول جادا ويجتهد مع الجيران لمحاربة هذه الظاهرة الهجرة الغير شرعية من جهة، ويحارب الاتجار في البشر. وخير دليل الميثاق الدولي للهجرة الذي تم قريبا في مدينة مراكش تحت إشراف جلالة الملك، ولكن اليوم احنا يا فلم في البرلمان هاد الموضوع هذا غادي ناخذه بعين الاعتبار، وكاين هناك اجتهاد الفرق ريتما تنضج الفكرة وبتشاور مع ليكون موضوعا موحدا بين جميع الفرق السياسيين لنضمن نجاعته ونجاحه، لأننا كلنا هنا في خدمة الوطن وفي خدمة هذه المظاهر التي جديدة على المجتمع المغربي. السؤال الثالث، ما هي مقاربتكم لقضية الهجرة في بعدها العالمي؟ إلا تبعتوا المؤتمر ديال الاتحاد البرلماني الدولي المنظم على البرلمان المغربي، فالتوجه العام يسير لأنه لا يمكن مطلقا أن تنغلق الدول على نفسها، لأن الهجرة كانت وستظل دائما هي مرتبطة بالإنسانية. الهجرة لا ترتبط فقط بأوضاع اقتصادية أو اجتماعية، لا ترتبط فقط بالحروب، هناك هجرات ثقافية، هناك يعني واحد مجموعة ديال الحالات الإنسانية التي تفضل الهجرة بحثا فقط عن رغم أن تعيش في وضع جيد تبحث عن فضاء آخر، هي نوع من التقارب والتكامل بين الشعوب، وبالتالي ستظل قائمة. أعتقد على أن الدول التي يمكن أن تتبنى خيار انغلاق هي مخطئة في اختياراتها، لأنه لا يمكن مطلقا، والحدود واسعة والعزائم والإرادة ديال الإنسان هي منفتحة وتتجاوز الحدود، وهذا ما نعيشه اليوم. رغم التضييق، رغم العدد من الإجراءات التي تقوم بها مجموعة من الدول، فالهجرة مستمرة مرتبطة بطبيعة الحال في شق كبير منها بأوضاع ديال واحد المجموعة ديال الدول، ولكن في شق آخر مرتبطة بهجرة ثقافية، بهجرة بحثا عن واقع آخر، عن فضاء آخر، وبالتالي هي مسار مستمر مع الحياة الإنسانية.
حنايا ما غادي ندخلوا شي واحد المثل دارجي تيقول عند من قلت عند من كثرت. حنايا المغرب تيحتضن وتيكرم ولكن ما تيخدش التعويضات اللازمه شانه شان باقي الدول المجاوره، وهذا يؤسفنا رغم ان النمونا يعتبر النمو المتواضع بالمقارنه مع اسبانيا ومع تركيا ومع ايطاليا، هذه كلهم دول غنيه ذات نمو الاقتصادي مرتفع ولكنها تبخل في هذا الشان. اوروبا اليوم او الاتحاد الاوروبي اليوم لا يتعامل مع المغرب كباقي الدول بحيث ننال نصيبا ضعيفا وفقيرا جدا. فاحنا نحن اليوم نطالب بانفتاح العالم، والمواطن كيفما كان خلق عبد الله ليبقى يتجول في أرضه كيفما شاء. نتمنى أولا نحن في المغرب أن تفتح الحدود، فلا حدود للشخص في هذا الكون ما دام أن يعتبر خليفة الله في الأرض. اليوم على الدول المتقدمة والغنية أن تساهم بقسط وفير ليبقى العالم أسرات واحدة. اليوم عصر التواصل، عصر القرب، عصر التفاهم وعصر الإخاء. قتلتنا الحروب وقتلتنا العداوة، فعلينا أن نعيش في هذا الكون كسالمين مطمئنين عابدين لله وشاكرينه على رحمته. والآن نفسح المجال أمام أسئلة البرلمانيين وأجوبة السادة الوزراء عليها. السيد الوزير، نسائلكم عن التدابير المتخذة لتجاوز مشاكل الاعتقال الاحتياطي وشكرا. شكرا السيد الوزير، جوابكم. شكرا السيد رئيس. أولا بغيت نشكر الفريق الاستقلالي الوحدة والتعادلية واليوم والإنسانية تخلد الذكرى ديال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إثارة الانتباه لهذا الموضوع، وهو معضلة كبيرة في بلادنا يجب أن نتعبأها لإيجاد الحلول العقلانية لها. عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى متم شهر يونيو 2018 ما مجموعه 31194 معتقلا بنسبة 38.06% من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 81969 معتقلا. هذه النسبة انخفضت قليلا في السنوات الماضية. سنة 2017 كانت النسبة ديال الاعتقال الاحتياطي 40.66%، سنة 2016 كانت 40.45%. هناك تحسن طفيف ولكن لابد من مواصلة الجهود لتحسين هذه الوضعية. الاعتقال الاحتياطي بطبيعة الحال يندرج في إطار تنفيذ السياسة الجنائية، وهو اختصاص حصري للنيابة العامة. وزارة العدل في إطار الاختصاصات التي تحتفظ بها وفي إطار مشروع قانون المسطرة الجنائية. شكرا. وبهذا مشاهدينا نأتي لنهاية هذا العدد من المجلة، شكرا على وفاء المتابعة. الشكر موصول أيضا إلى طاقم البرنامج الذي سهر على إعداد هذه الحلقة. نهاية أسبوع موافقة رفقة برامج قناتكم دزام، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.